في بدايه او مع الاعلان عن اختياركم وجودكم لتولي مسؤوليه النادي الاهلي، بعض الاصوات شككت في قدرتكم على نجاح في قياده الفريق، بعض الاصوات اعترضت، واعتقد ان النهارده بعد تجربه استمرت لموسم واكثر وبالارقام اثبتتم انه تجربه ناجحه بكل المقاييس. اهم الاسباب اللي ادت لنجاح كيفن جونسون وبيتسو موسيماني مع النادي الاهلي في الموسم الاخير. اعتقد ان اول الامر هو لماذا الاهلي، ان نفكر لماذا الاهلي هو نادي ناجح ولماذا الاهلي يفوز بالالقاب. يجب ان تتفهم ذلك اولا. ثقافة الأهلي وثقافة فريق العمل وثقافة رئيس النادي، هم يعرفون ويقدرون ثقافة الأهلي ويقدرون جميع فريق العمل داخل النادي الأهلي، كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ ودكتور أحمد والجهاز الفني بقيادة كوتش بوسيماني، ولكن أيضا هي ثقافة النادي الأهلي. يجب فكل من يعمل داخل النادي الأهلي لديه مهمة أن يثبت أن هذا النادي جدير بأن يكون قويا، والدوافع القوية لدى فريق العمل وجميع أجيال النادي تثبت ذلك. ولديك لاعبين كالشناوي وأيمن أشرف وعمرو السلية وأفشة كهربا حسين الشحات، كل هؤلاء اللاعبين يعرفون أن النادي الأهلي نادي كبير وعليهم مهمة إنجاح الفريق، وعليهم أن يفعلوا أفضل ما لديهم، وكل هذا بقيادة الكابتن بيبو وأيضا الكابتن سيد والكابتن سامي. يجب عليك أولا أن تتفهم الثقافة، فثقافة الأجيال في النادي الأهلي تعرف ذلك، ولاعبي الأهلي يعرفون ذلك، أنهم يجب عليهم أن يكونوا الأفضل.